الدوري اهلي والزمالك ولا ممكن نشوف مفاجاه خاصه بيراميدز متصدر؟ الدوري اهلي وبيراميدز. الزمالك بعيد بس بعيد قوي مبسوط يعني. من المنافسه ان احنا بنشوف زد بنشوف امبي بنشوف المصري بيراميدز متصدر. لا بس دي مش منافسه يعني استثنى اهلي بيراميدز اللي بعد كده مش منافسه. حصان اسود تقول حصان ابيض تقول مش عارف ايه ماشي، لان فرق كبير قوي بين بيراميدز وبين باقي الفرق، زد بين المصري بين اتحاد بين امبي كل ده. لا الفرق كبير، بتعدي ال 15 20 بونت، فمنافسه على اللقب بين فرقتين بس، اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز.